يعني رشا كنا اليوم ضمن يعني مساحات متنوعة، اليوم ضمن صباحنا غني، اليوم غني كان ضمن عدة مجالات، والختام رح يكون ضمن المساحة الطبية، ورح نتطرق فيها اليوم لأنشطة جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي مع الدكتورة دعاء العلبي، وهي ماجستير في التشخيص المخبري، رئيسة مخبر مشفى الأطفال، وعضو في جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي، وأكيد معنا السيدة رجاء دباح، عضو أيضا في الجمعية ومريضة. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. صباحكم. صباح الخير. صباح الأنوار. اليوم الأورانج هو شعار أو لون الجمعية. تماما. خلينا بداية نعرف بشو هي الجمعية وشو أعمالها. جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي هي جمعية صحية أشرت في عام 2020، وهي رديف اجتماعي لما تقوم به، رديف اجتماعي داعم لما تقوم به الدولة السورية في منشآتها الصحية من تقديم الخدمات الطبية لمرضى التصلب اللويحي. جمعية الدعم مرضى التصلب اللويحي لما أنشأت كان لها أهداف أساسية، أهم هدف الاهتمام بمرضى التصلب اللويحي طبيا نفسيا اجتماعيا. نفس الشيء التعريف بالمرض بالمجتمع بشكل أنه نثقف المجتمع حوله، وبنفس الوقت نثقف الطرف الداعم للمريض اللي هو الأهل والمرافقين لما له دور بتأثير على سير مرض المريض ومن بيئته المحيطة. كمان تشكيل فريق تطوعي بيساعدنا بأمور الجمعية سواء في المنشآت الصحية أو في الفعاليات اللي بدنا نقوم فيها. وآخر شيء مع الوقت ومع الدعم الكامل من كافة المستويات إنشاء مركز مجاني خاص لتقديم وتأهيل كل ما يلزم لمريض التصلب اللويحي. نعم، رح ننتقل لك ست رجاء ونحكي عن تجربتك اليوم سواء كانت بالمرض وضمن بعدين انتقالك لتكوني من أعضاء الجمعية. لك أي مريض تصلب لويحي في لي معاناة مع المرض. المريض صعب كتير إنه هو يقيم حاله، ما بيعرف هو شو عم يصير معه، منه من غباش الرؤية، من صعوبة الحركة، من تقلب المزاج، أمور كتير ما بقدر أحكي عنها. فترة كانت كتير صعبة وطويلة علي، وكتير عانيت من تأثير الدواء ومن تأثير الحالات النفسية، وكتير يعني في أمور مريت لحد ما تعرفت على الكادر من جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي، وإلي الشرف أنه كنت عضوة من معهم. سعيت أن ألف دوري، قررت أن يكون نقطة تفاؤل بالنسبة أول شيء دعم ذاتي بالنسبة لإلي، ودعم ذاتي بالنسبة لغيري من المرضى. وبفضل رب العالمين كانت بداية خطوة ناجحة وقدرت حقق اللي ببالي. تمام، خلينا نرجع هيك شوي نحكي عن الجمعية. شو أهم الدعم يلي اليوم عم تقدمها الجمعية لمرضى لهذا المرض؟ هلا نحن خلال هالسنتين يلي أشرنا فيهم كان لنا عدة فعاليات، حاول أذكر لك ياهم. هلا نحن من أهم الفعاليات بالموجز فعالية دعم نفسي بطرح التجارب الإيجابية لأشخاص فاعلين تحدوا العقبات ووظفوها للاستمرار في العطاء والعمل قدر الإمكان وضمن الإمكان. 3 مؤتمرات تحت مظلة الرابطة العصبية، أحدها في حلب. مسير في ساحة الأمويين، يوم توعية لسرطان الثدي في عيادات الأمل، سلسلة محاضرات في المراكز الثقافية السورية للمرضى فيما يخص الجوانب المهمة لهم من غذائية فيزيائية نفسية مناعية. تشكيل فريق تطوعي من الجمعية للتواجد يوم الخميس في مشفى ابن النفيس للتواصل مع المرضى واللجنة والصيدلية، علما أنه بمشفى ابن النفيس بيتم تقديم الدواء مجاني ضمن برنامج المشفى للمرضى. زيارات تعريفية عن الجمعية ودورها مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية وما نجم عنها من قرارات تسهيل أمور المرضى في عدد من النواحي، منها استصدار بطاقة ذوي إعاقة حسب الحالة طبعا. كمان زيارات للسادة الأطباء مدراء مشافي ابن النفيس والمواساة والمجتهد وما قدموه لنا من استعدادهم لمساعدة المرضى، مع الشكر الجزيل لمشفى الأسد الجامعي لما عن طريق المعاون الطبي لما قامت به من تيسير أمور المرضى.
دعوة إلى جامعة القلمون لحضور ورشة عمل نفسية قامت بها دكتورة سليمة دعبول، وكان بعدها نشاط ترفيهي أسعد المشاركين. صفحة للجمعية على الفيسبوك والإنستغرام باسم جمعية دعم مرضى التصلب الويحي، تطرح فيديوهات توعية من أطباء ونشرة الدواء والإعلانات عن المحاضرات، تقديم مساعدات لبعض المرضى من عكازات وتحاليل وأدوية وتصوير مرنان، مشاركة الجمعية في حملات التبرع بالدم وغراس لزرع الأشجار، تسهيل الدور عند الأطباء المختصين، وإن شاء الله نقدر نساوي أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. خلينا نحكي اليوم في نسبة لعدد الأشخاص المصابين هذا المرض بازدياد، كيف عم يكون طريقة التعامل معه بسوريا أو الطبابة اللي عم تكون مقدمة له؟ صريح صراحة يعني دور الجمعية ودوركم كإعلاميين، دور كل المجتمع نسلط الضوء أكثر أكثر. يعني أنا ما بلاقي بيقل التصلب اللويحي عن السرطان. الشريحة عم تستهدف الشباب والشابات، وهو المرض بيستهدف هالشريحة. طبعا يتواجد أطفال ويتواجد كبار بالسن، لكن فكرة الشريحة عم تكبر، كل ما عم تكبر وعم يصير فعلا عنا تشخيص أكثر يطال الشباب. تمام. اليوم إذا هيك حبينا ناخذ منك نصيحة، كونه حضرتك كان لك تجربة بهذا المرض وقدرتي تقطعي، مو بس انك قدرتي تطلعي وتقطعي من هذا المرض، كمان اليوم انت احد الاعضاء الفاعلين ضمن الجمعية، شو ممكن اليوم توجهي نصيحة لكل حدا عم يسمعنا؟ هلا اول شيء بدي اوجه نصيحة للمرافقين المرضى، نحن صعوبة معاناتنا مع المرض نحن كاشخاص اللي هي الخارجية نحن سليمين ما فينا شيء، لكن المشكلة إنه اللي عم نعانيها مع المرض غباش الرؤية، كهرباء بالجسم، صعوبة الحركة، تقلب في شغلات كتير ما بنقدر نحكي عنها. أول شيء المرافقين إنه يا ريت إنه بس يكون في توعية حول المرض، إنه يعرفوا شو هو التصلب اللويحي. بيجي هلأ للمرضى، أنا على طول بقول إنه نحن لازم نتجاوز المرض، لازم نتجاوز كل نقطة سوداء بحياتنا، والتصلب اللويحي بنقدر نتعامل معه طول ما نحن حافظنا على توازننا النفسي، حافظنا على تغذيتنا، حافظنا حتى نكمل مشوارنا. لا 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 لازم يكون في إعاقة بالتعلم، لا لازم يكون في إعاقة بحياتنا الاجتماعية. الحمد لله أنا متزوجة وعندي عائلة وعندي أحفاد، ويعني قررت أكمل مشواري. هي الرسالة اللي هلا عم وصلها إنه توصل لكل مرضى التصلب، توصل لأي مريض، مو بس مريض التصلب. مريض التصلب ما له معاق، هو ممكن المرض يعمل إعاقة، بس الرساله هي لازم نوصلها انه احنا ما نستسلم، نكمل مشوارنا. الثقه والطاقه الداخليه لكل الطاقه الايجابيه هي مشواري اللي انا كثير بحكي فيه مع اللي انا بتواصل معهم مرضى التصلب، لاني نقطه توصل انا بين المرضى وبين جمعيتنا، جمعيه دعم مرضى التصلب الويحي مشكوره، بوصل صوتهم بفضل رب العالمين، عم يعطوني طاقه ايجابيه مثل ما عم اخذ منهم، عم يعطوني طاقه ايجابيه. الثقة كتير حلوة والإيجابية كتير حلوة والتعامل الحلو، إنه أنا لما بشوف في ثمرة للتعامل إنه عندي كتير من رفقاتي من أصدقائي مرضى التصلب الويحي قدروا يطلعوا من وضع التعب النفسي هذا لحاله، يعني عندي كتير بعمزيد ثقتي بحالي أكيد. الحمد لله. بأي مرض دائما كل الأطباء والاختصاصيين بيركزوا على الطاقة الإيجابية أو حتى التفاؤل بالتعامل مع أي مرض، وهذا اللي بنقدر ناخده من تجربتك. نتمنى لك دائما الصحة بحياتك، وأكيد للجمعية تستمر بعطاء أكثر وتكبر بتشبيك أكيد مع مختلف الجهات بسوريا. شكرا لحضوركم اليوم، وهيك إن شاء الله حيكون لنا وقفات بصباحات ثانية، موفقين بكل نشاطاتكم وأعمالكم. شكرا لكم لدعمنا وتواصلكم معنا. أهلا وسهلا. شكرا.